تستغل هذه الطفلة أيام عطلتها لتخط مع رفاقها أولى حروف أبجديتها برفع الأيدي. يتسابق أصدقاؤها لترميم مستوى دراستهم، فالقصف المكثف وخوف الأهالي على أبنائهم وكثرة أيام العطل أسباب حالت بينهم وبين دراستهم. مشروع أبجديتنا هو عبارة عن مشروع رديف للمدارس، فنحن عملنا دورة صيفية هون لتقوية التلاميذ، لأنه نحن نعرف أنه في السنة الماضية كان في عطل كتير بسبب القصف، ونحن عملنا أنه على أساس التلاميذ في عدة مواد هي الرياضيات والعربي والرشيدي وزيادة مستوى التعليم لديهم. أبجديتنا مشروع تعليم رديف مكمل للتعليم الأساسي مدته شهران، يستهدف ثلاث فئات عمرية أطلقه ناشطون بهدف تمكين الطلاب وزيادة معلوماتهم في المواد الأساسية. هو عبارة عن خمس حلقات أبجديتنا من عمر 5 سنوات ل9 سنوات، 5 حلقات مستقبل مدرستي من عمر 9 سنوات لل14 سنة، وللأمية للمتسربين من المدارس من 14 فما فوق. بابتسامات واندفاع كبير يعبر هؤلاء الأطفال عن استحسانهم لهذه الفكرة في ظل الهدوء النسبي الذي تشهده منطقتهم، ما يتيح لهم الحضور الآمن دون خوف من أصوات الطيران والقذائف على حد تعبيرهم. عم ندرس هلا بمعهد المجد وعم نستفاد أكثر من كنا في المدرسة، لأنه في المدرسة كان في كتير ضرب كتير، وهلا جينا لهون صرنا نتعلم وعم ناخذ معلومات أكثر ما كنا في المدرسة، لأنه كان في المدرسة ضرب كتير. إقبال كبير يؤكد خلاله هؤلاء الأطفال أن الاتجاه الذي يبدأ مع العلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة المرء في المستقبل، وأن العلم وسيلة من لا وسيلة له نحو غد حر كريم.